وزير الزراعي يدشين مستد التاجر الضخنة ببلدية سدود رفقة والدتان السيد الطيب المحمد محمود 25 سدا زراعيا موزعة على 5 ولايات يتقانت والبراكنة والحوضين والعصابة. وتدخل هذه السدود المنفذة من قبل الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي والأشغال سنات ضمن جهود الدولة الرامية للنهوض بقطاع الزراعة سبيلا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد تتنزل اليوم تدشين برنامج بناء وترميم 25 سدا من السدود المتوسطة انطلاقا من سد تاشوط الدخنة موزعة على بعض الولايات الزراعية الرعوية بمساحة إجمالية قدرها 2690 هكتار لصالح 15960 من المستفيدين بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 3,180,000,000 أوقية قديمة بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة. أيها السادة والسيدات، في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي وتجسيدا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، قام قطاعنا الخدمي بعدة إصلاحات هيكلية لزيادة قدرات المزارعين وتمكينهم من الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتوفرة. وفي هذا السياق عمل قطاعنا خلال هذه السنة على إعداد مشاريع قوانين لتسهيل وصيانة المنشآت الزراعية والبنى التحتية الريفية، وتقرر إعطاء أولوية خاصة لمكنة الزراعة المطرية للتخفيف من أعباء مشقة العمل على المزارع. رئيس جهة تقانت خلى كلمة بالمناسبة ثمن تدخل الدولة لصالح المزارعين على مستوى الولاية. مثمنين باسم ولاية تقانت كاملة اللي جبرت الحظ الأوهر من هذه 25 سد 6 سدود، مثمنين هذا الإنجاز المهم. احنا فعلا في ولاية زراعية بامتياز، والتحكم في المياه السطحية فيها مهم إلى أقصى حد. بدوره عمدة بلدية السدود شكر قطاع الزراعة على ترميم 6 شط الدخنة الذي يعد خزانا غذائيا يزود الساكنة بالحبوب والخضروات. أشرفني بداية أن أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن ساكنة بلدية السدود بمناسبة تدشين 25 سد، 6 منها بولاية تقانت، من ضمنها سد التاشوط الدخنة الذي سيزاح عنه الستار بعد لحظات بحول الله إذانا ببدء استغلال هذه السدود. ويشكل اختيار قطاعكم لبلديتنا لاحتضان هذا الحدث أكبر دليل على العناية الممنوحة من طرف قطاعكم للزراعة في البلديات الريفية بشكل عام وببلدية السدود على وجه الخصوص. وعلى هامش التدشين استمع السيد الوزير لشروح فنية حول السدود الموجزة ومميزاتها قدمها المدير الفني للشركة الوطنية للإصلاح الزراعي والأشغال سناد السيد ملايب إبراهيم والمحمد الأمين، ليقف بعد ذلك السيد الوزير ووفده المرافق على وضعية السد ويطلع على مستوى جودة ترميمه.